إلى لبنان الآن، فبعد 8 أشهر على كارثة انفجار مرفأ بيروت بسبب وجود أطنان من مادة نترات الأمونيوم، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب عن وجود مواد نووية عالية الخطورة في مستودع في منشآت النفط في منطقة الزهراني جنوبي لبنان. وبعد تأكيد المسؤولين المعنيين أن هذه المواد تشكل خطراً كبيراً، جرى تكليف وزير الطاقة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، إلا أن المديرية العامة للنفط نفت في وقت لاحق أن تكون المواد النووية الموجودة جنوب الزهراني مصدر خطر أو قلق. فهل تتخذ الإجراءات قبل وقوع الكارثة؟ ومن أين أتت هذه المواد النووية أصلا إلى منشآت النفط اللبنانية وكيف؟ معنا الآن من بيروت الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة. دكتور معين، مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. ما الذي يجري أولا؟ ما هي المعلومات الدقيقة حول هذه المواد، كمياتها، نوعها، مدى خطورتها بحسب معلوماتك؟ انفجار 4 آب كان حدث فظيع وشكل كارثة على كل اللبنانيين، وأصبح الحذر شامل عندما نقترب من أي مادة كيماوية أو بيولوجية أو حتى مادة مشعة. ولكن هذا الحذر يجب أن لا يدعونا للاستخفاف بأهمية هذه المواد الكيماوية وبالحاجة إليها. ما حدث أنه تبين بالكشف اللي عملته شركة ألمانية بمنشآت النفط التي لا تعمل منذ أكثر من 50 عاماً بتكرير النفط كما كان يجري عندما كان ينقل النفط الخام من العراق إلى مصفات الزهراني على الشاطئ اللبناني تمهيداً لتكريره، وكانت تشرف على التكرير شركة أمريكية اسمها مدريكو. كانت شركة مدريكو تقوم بتكرير النفط وتقوم بالتحاليل في مختبراتها للتحقق من دقة من مواصفات المواد النفطية التي تصدر من هذه المصفات. وقد توقف ذلك مع اندلاع الحرب اللبنانية عام 75، وقف ذلك ولم تعمل مصفات النفط منذ ذلك إلا خزانات للمواد النفطية التي يستوردها لبنان لمولدات الكهرباء أو للحاجات الأخرى. الذي حدث أن هناك 6 أو 7 قوارير لا يزيد الكمية المواد المشعة فيها عن 1.350 كيلو، وقد تم الكشف عليهم عندما أخبرتنا بذلك المديرية العامة للنفط وفقا للأصول. خلال 48 ساعة كان خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية موجودين على الموقع وأخذنا عينات تم تحليلها، وقلنا لهم وهم وافقوا بأنه يمكن أن يحتفظوا بهذه المواد ولكن وفق الشروط العلمية المعتمدة. طيب جيد دكتور معين، ولكن السؤال يعني خاصة لغير المتخصصين مثلنا الذين لا نعرف بهذه المواد وطبيعتها، ما الذي تفعل مواد مشعة في مستودعات للمشتقات النفطية؟ ليس هناك من هذه المواد لا تشكل أي خطر. بس ماذا تفعل هذه المواد؟ ما علاقتها بالنفط؟ تستعمل بالتحاليل الكيميائية وتستعمل بالتحليل لنوعية المياه أو لترسيب البوتاسيوم أو بالعمليات البيولوجية أو بتقنيات الطاقة أو الكواليتي كنترول للمشتقات النفطية، لها استعمالات وموجود مثلها في كل مختبرات العالم العربي، موجود مثلها في كل مستشفيات لبنان وفي كل مصانعه. المواد المشعة ليست خطراً إذا لم يسع استعمالها، وهي موجودة بمواصفات مقبولة، ونحن سوف نستردها يوم الاثنين من منشآت النفط ويتم تسجيلها بلوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن هذه اللوائح لم تكن موجودة عندما تم استيرادها. صحيح. وهذه أيضا مسألة لافتة دكتور معين، لأنه بحسب المديرية العامة للنفط هاي المواد موجودة في لبنان، دخلت إلى لبنان
بين عام 1950 و 1960، صار لها 70 سنة يعني موجودة في المستودعات. بقى لها 70 سنة ولم تشكل خطر، ولم تشكل خطر. ما حدا انتبه خلال ال 70 سنة انها موجودة. اليورانيوم المنضب، اليورانيوم المنضب مواد مشعة ونسبة الإشعاع فيها ضعيفة جدا، ولا يجوز انه ان نستعملها وان تخلق ما نتج عن الإعلان عنها من خوف ومن رعب في كل المنطقة. حتى بعض الأهالي في منطقة الزهراني اتصلوا فينا وقالوا هل مبادر المنطقة؟ لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام. يمكن التعامل مع هذا الموضوع بطريقة علمية، وسوف نتعامل معها بطريقة علمية. ليس هناك من تقصير وليس هناك من استهتار لا، ولكن يبدو كان هناك تضخيم إذا كانت هذه المواد غير خطيرة كما تقول دكتور معين، أو ليست بالخطورة. هل كان هناك تضخيم سواء من المجلس الأعلى للدفاع أو من رئيس الحكومة التصريف الأعمال، لأنه يتحدث عن شيء وكأنه يعني مواد نووية ستنفجر في أي لحظة أو شيء من هذا النوع؟ المعلومات التي كانت لدى المجلس الأعلى للدفاع هي ليست المعلومات العلمية التي تقدمنا بها للمجلس الأعلى للدفاع. مدير الهيئة كان موجودا في الاجتماع وشرح ما قلته لكم الآن، وكان الرأي بأنه يجب متابعة الموضوع. وأنا تكلمت مع وزير الطاقة، وزير الطاقة يعي أن هذا الموضوع له حدود وحدوده بسيطة ولا يشكل أي خطر، ولا يشكل أي خطر ولا مجال لأن نقول إنه كل من نلتقي بقارورة تحوي مواد كيميائية أو مواد مشعة سوف نقول إنه سوف نتعرض إلى انفجار يعادل الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت عام في 4 آب. لا يجوز أن نعيش في هذا الرعب. هناك سيطرة كاملة على الموضوع وليس هناك من تقصير في هذا المجال. طيب، إذن أنت دكتور معين يعني تكون رسالة الإعلام مطمئنة وليست مثيرة للاضطراب عند الناس. وهذه نقطة مهمة، يعني أنت دكتور معين بصفتك الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أعتقد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تحت مظلتكم مش هيك؟ نعم، تابع لنا. طيب، معناته أنت تطمئن اللبنانيين بأنه هذه المواد أولا وجودها مش غريب وطبيعي في مثل هذه المرافق، وثانيا لا تشكل خطورة؟ أبدا، أنا أريد أن أطمن أنها لا تشكل خطورة، ليس هناك من تقصير، لا 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 نسعى لتخبئة أي معلومة، بالعكس نحن نتصرف بشفافية كاملة. وسوف يتم إخراجها من منشآت النفط وإحضارها إلى الهيئة ليتم استعمالها. سوف أضيف لأنني سعداء بالاكتشاف هذه المواد لأن سوف نستعملها في بحوثنا وفي مشاريعنا العلمية في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية. ما كنتوش عارفين أنها موجودة من قبل، يعني قبل يعني قبل ما تقوم شركة كومبي ليفت، مش هيك اسمها الشركة الألمانية، باكتشاف هذه المواد. كانت هي الشركة التي عهد إليها مجلس الوزراء بالعمل على مسح المواد المضرة والخطرة والقابلة للانفجار في كل المنشآت الرسمية في لبنان. ومنها عندما وصلوا إلى المنشآت في الزهراني وجدوا هذه القوارير، وهم كان اقتراحهم موضوعي جدا، قالوا لابد من إرسال العينات إلى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتحليلها وتحديد مدى خطورتها. وهذا ما تم، تم خلال أيام، يعني نحن لا نتكلم عن موضوع يعني استمر منذ أشهر. كل الموضوع هو لم يتجاوز الأسابيع الثلاثة الأخيرة وهو تحت السيطرة، ولو كان هناك خطر لم نكن لننتظر 3 أسابيع، كنا تحركنا منذ اللحظة الأولى. ونحن مطمئنون ونطمئن الجميع بأنه ليس هناك من خطر لا على السكان ولا على العاملين في المنشآت، ولم يكن هناك من خطر على العاملين في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية. شكرا جزيلا لك دكتور معين حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، كان معنا مباشرة من بيروت.